أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا زاريو توبيكاتشن الإيمان بالملائكة عليهم السلام. بملائكة وشمامن بمسلم وشمنتوست يالو درجة من يمثل الميلون إن شاء الله. كان دان دا كتاب وشلاي قرآن باستمار الملكو إن شاء الله نملك توالن. يا ملائكة وشمان النت definition بتملكة قد ميات الله ويقلس أمن دنو. الملائكة عباد مكرمون. ملائكه مالت يتكبروا يا الله باريا وشناتشو مخلوقون من نور الله كبرهان يفطراتشو لا يعصون الله ما امرهم الله يزازاتشو انتزاز يما يمصو ويفعلون ما يؤمرون عند تعززوا يمتكبروا يسبحون الله في الليل والنهار لا يفترون بكنم هنا بلليت الله يمياطرو سبحان الله بمالت كقدول بحري هلو تراتي تقباو قيتانو بمالت تسبيح يميا درقو فطرة عالموت ملأك تتبلو يترالو مالتنو بليلا كتاب لاي دمو تقلوي قلس احجون سي قلس من بلونا ميتارو الملائكة اجسام نورانية لطيفة الجيقي رككو برهانوي يهونو فطرة عالموت ناتشو خلقها الله تعالى املاكتنا الله فطروا الشوال مبرأة من الشهوات الحيوانية كسونا كنسسا سقاوي سميتنا في اللاقوت نسا يتدرقو هنو الله فطروا الشوال لا توصفوا بذكورة ولا بأنوثة سقطايب هنا قلالس ويم وند سيتبلو يما يترو قادرة على التشكل بأشكال مختلفة بتلاقي عينت كرس لمن مثل بأملاكتنا الله فكاد سجنت شلوتا يالاتشو لها أجنحة مثنى وثلاثة وربع خلصوص تراتنا كذاب عليكم في اللاتشو لا تأكل ولا تشرب يما يبلونا يما يتطو ولا تنام عندهم يما يتنيو ولا تتناسل تدارب ممسرة مزر اندزيه يما يتكو يهنو فطرت على الطاعة هلما اللهم بمتازز لي بيتشا يتفتروا وتقوم بالأعمال التي وكل الله إليها تنفيذها في الدنيا والآخرة بمذرائه وتمنا بمجرش علم الله لفتنا يستاتشون سرابتشا بمفتسم تقبار لي يتسمروا فطرتوش ملاك تتبلو يترالونو نا تكلو يقلس آئيه سيهون إن شاء الله يا ودزر زرو قبتن النهدالن نا يولن وجوب الإيمان بالملائكة بالنزي ملاكت بالنزي ملائكة وشمامن هاي ما نوتاوي قداجنو الإيمان بالملائكة بملاكت منور مامن ركن من أركان الإيمان كمسلم وش مسارتاي كهنو يا أمنة معزن وش مكاكل راس يشالي عند معزنو قال تعالى الله من إلال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ملك تنياو كجيتاو زند ودسو بتورد اللت وحي بتورد اللت رأي آمنوال والمؤمنون عندهم مؤمنان وچم آمنوال كل آمن بالله هلوم بالله بچنيا جيتنت وملائكته بفترات شو ملاك تم آمنوال وكتبه ورسوله بورد شو ملكوتاي مصافتنا لسول جوش مريد رقو بلاكات شو مبياتنا رسولوش ملك تنيوش آمنوال بمالت ملائكاوچن مامنو مكبل عند امنت معزن هونو ناگينيو اللن مالتنو. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام نبياتنا عليه الصلاة والسلام سنناقرو في حادث جبريل عليه السلام ملائكاو جبريل بما يتاوق سوام سايا هونو ساچو زند متو اخبرني عن الإيمان سل إيمان من النت نگرين بلو بطيقا چو ساعت فقال عليه الصلاة والسلام ملك تنيو بوقتو من بلو تنبر الإيمان إيمان بلو مالت أن تؤمن بالله بملائكة وش لتامنو بالله أن تؤمن بالله بالله بچن ياجت النتامن الله وملائكته عندهم بملائكته وكتبه بورداتشو ملكوتاي مصحفت ورسوله ودسول جوش بلاكاتشو ملكتن يوشنا واليوم الآخري
በመጨረሻው ቀን ከሞት በኋላ ህይወት መኖሩን አምነህ ትቀበላለህ وتؤمن بالقدر خيره وشره በዚህ ዩኒቨርስ ላይ የሚከናወን ማንኛውም የተላለፈና የተወሰነ ክስተት ነው ብለህ ለታምን ነው ብለው ስድስቱን የኢማን መሰረቶች ሲዘረዝሩለት በሁለተኛ ደረጃ መላእክቶችን ተክሰዋል ማለት ነው እናም فيجب الايمان بالملائكه بملائكتوچ لنامن گدیلنال ማለት وبما ورد في حقهم من صفات انسون بماسملكت بقدس قرانم ونا صحيح بونو حديث لاي سله بحرياچو يتنگره نگر ካለ ያንን ባህሪያቸው አምነን እንቀበላለን وبما يقومون به من اعمال ያንዳንዳቸው በተሰጣቸው የሥራ ድርሻ ومن جهد وجودهم መኖራቸውን የካደሰው መኖራቸውን የካደሰው ولم يؤمن بذلك በዚህም የማያምን ከሆነ መላእክቶችን ባይኔ ስላላየኋቸው በእነሱ መኖር አላምንም የሚል ከሆነ فقد جحد ركنا من اركان الايمان የሰው ከእምነት ማዕዘኖች መካከል አንድ መሰረት አንድ ማዕዘንን ክደዋል ማለት ነው وجهود ركن من اركان الايمان يعني جهود الايمان ከኢማን መሰረቶች መካከል አንድን መሰረት አለመቀበልና መካድ ማለት ደግሞ በአጠቃላይ እምነትን ሁሉ እንዳለመቀበል ነው የሚታየው ምክንያቱም فالايمان كل لا يتجزأ ኢማን ጥቅላዊ ነው የሚከፋፈል አይደለም ማለት ነው አንድ ሰው ማመን በሚገባው ግዳጅ ካላመነ በሌሎች ነገሮች ሁሉ እንደካደ ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው ስለዚህም በመላእክት ማመን የእያንዳንዱ ሙስሊም ሃይማኖታዊ ግዳጅ ይሆናል በመላእክቶች ማመን እንግዲህ ሃይማኖታዊ ግዳጅ መሆኑን የተረዳ አንድ ሙስሊም ምንድናቸው ብዬ ለምን የሚል ጥያቄ ካነሳ صفات الملائكه عليهم السلام يا ملائكه باهري የሚለው ነጥብ ውስጥ ገብተን ስለ እነሱ ለናምን የሚገባን አንዳንድ ባህሪያቶችን እንመለከታለን ማለት ነው የመላእክት ባህሪ ሲባል ተፈጥሯዊና ስነ ምግባራዊ ባህሪያቶች አሉ من صفات الملائكه الخلقيه ተፈጥሯዊ ከሆነው ማንነታቸው ተፈጥሯዊ ከሆነው ባህሪያቸው سنነሳ አንደኛ ለናምን የሚገባን انهم مخلوقون من نور ከብርሃን የተፈጠሩ መሆናቸውን ለናምን ይገባል ከሁሉ በፊት መላእክት ከምን ተፈጠሩ ተብለን بنጠየቅ መላእክቶች ምንድናቸው ከብርሃን የተፈጠሩ መንፈሳዊ ፍጡራን ናቸው ብለን እናምናለን የሰው ልጅ መሰረቱ አፈር እንደሆነ ሁላ የመላእክቶች ኦሪጅናቸው ምንጫቸው ምንድነው ቢባል ሳይሆን ኑር ወይም ደግሞ ብርሃን ነው ብለን ነው የምናምነው ይሄ አንደኛው ስለ እነሱ ለናምን የሚገባው ነው فالملائكه عالم النوراني ملائكه ማለት ብርሃናዊ ዓለም ውስጥ የሚኖሩ ፍጥረታቶች ናቸው غير منظور باين ايتيم لا يعلم حقيقته وكيفيته الا الله وحده እውነተኛ ማንነታቸውና ይዘታቸው በተመለከተ ከፈጠራቸው አላህ በስተቀር ማንም ሊያውቃቸው አይችልም روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة أم المؤمنين يمأمنات الناتي هنا تشو ستناقر نبياتنا عليه الصلاة والسلام من بلو اللالج خلقت الملائكة من نور ملائكة وجك برهان ويم كنور تفتروال وخلق آد وخلق الجان من مارج من نار አቡል ጂን ማለት ነው ጃን የጂኖች አባት የሆነው ኢብሊስ ከእሳት ተፈጥሯል ከእሳት ነበልባል ተፈጥሯል وخلق آدم آدم ደግሞ ተፈጥሯል مما وصف لكم ለናንተ በተገለጸላችሁ መልኩ يعني من التراب ከአፈር ተፈጥሯል አሉ رواه مسلم مسلم የዘገበው ሐዲስ ነው 5315ኛው ሐዲስ ላይ ማግኘት ይቻላል كتاب الزهد لاي اندزيهم وكتاب الرقائق لايم يگኛል ማለት ነው ይሄ አንደኛ ስለ መላእክቶች ለንረዳ ለናምን የሚገባ ነጥብ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ للملائكه اجنحه يتفاوتون في اعدادها መላእክቶች ክንፍ አላቸው ብለን እናምናለን በቁጥሩ በበዛቱ አንዱ ከሌላው የሚለያይበት የሆነ
ክንፍ እንዳላቸው እኛ ሙስሊሞች እናምናለን ይሄ ሁለተኛው ስለ መላእክት ለናምን የሚገባው ተፈጥሯዊ ማንነታቸው ነው ቁርአን በሱረቱ ፋጢር ምዕራፍ 35 ቁጥር 1 ላይ ስለ እነሱ ሲናገር አልহামዱሊላህ ምስጋና ለአላህ ይገባው فاطر السماوات والارض يسمعتنا يمدر فطاري يهونو عندو املاك الله كبرنا مسغانا يقباو جاعل الملائكة رسولا ملائكة وچنم لمي فلقو علاما ملك تنيا دراجينو اولي اجنحة يكنف بالبيتم چمر يادرقا چوال مثنا وثلاث وربع يهولت كنف يسوست وربع اندزيهم يارات كنف بالبيتم يادرقال يزيد في الخلق ما يشاء بمشاو لا يدمو يمي فلقون ياكل يج امرال لك ملايكا وجبريل سدست ما تو كنف اندالوه الله مالتنو إن الله على كل شيء قدير الله بهلو نقر لي چاي يهونا عملاكنا ونايلال هي سلا ملايكا وج تفتراي بهري بهول التنيا درجة يمن الردونة بيهونا المالتنو ሶስተኛው ነጥባችን ደግሞ አነ ለሁም ቁድረተን አለ ተሸኩሊ በሌላ ቅርጽ የመመሰል በቃትና ችሎታ ተሰጥቷቸዋል ብለን እናምናለን ይሄ ሶስተኛው ስለ መላእክቶች ሊኖረን የሚገባው ተፈጥሯዊ ማንነትን በተመለከተ ነው ተፈጥሯዊ ማንነታቸውን በተመለከተ ነው فقد يتحول الملك بقدرة الله تعالى الى هيئه رجل عند ملائكة ويما عند ملائك باملكاتنا الله چلو تاسج انت بسو فقاد ودسو لكيري چلال بسو لمسلي چلال كما حصل لجبريل عليه السلام هنا ارسله الله الى مريم لك ملائكة وجبريل ودى مريم زند تلكو عيسى دمتولد لياب السرات بتلاك قزي يزاني فتمثل لها بشرا سويا ለሷምት ከክለኛ ሰው ሆኖ ተመሰለላት እንዳለው በሰው ተመስሎ ነበር የመጣው ባፈጣጠሩ መላእክት የነበረው ጅብሪል እሷ ዘንድ ሲመጣ ግን በሰው ተመስሎ ነበር የሚመጣው ስለዚህም አንድ መላእክት በአላህ ፍቃድና ችሎታ ሰጭነት ወደ ሰው ሊቀየር በሰው ሊመሰል እንደሚችል እናምናለን እንደዚሁም ደግሞ መላእክቱ ጅብሪል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድም አንዳንድ ጊዜ በማይታወቅ ሰው አምሳያ ሆኖ ይመጣል ያው ያሳለፍነው ሐዲስ ላይ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ እንዳወራው ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋራ አብረን ቁጭ ብለን ይያለ ذات يوم عند قلاي ነው አለ اذ طلع علينا رجل يهونه ሰው ብቅ አለ አሉ በእኛ መካከል የሆነ ሰው ብቅ አለ መጣ شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يصغرو ጥቁረት እጅግ በጣም የጠቆረ የልብሱ ንጻት በጣም ነጭ የሆነ ሰው لا يرى عليه اثر السفر የመንገደኛ የሙሳፊር ምልክትነት ምንም አይታይበትም ولا يعرفه منا احد ከኛም ውስጥ አንድም የሚያውቀው ሰው የለም حتى جلس الى النبي عليه الصلاه والسلام نبياችን عليه الصلاه والسلام ዘንድ መጥቶ እስኪቀመጥ ድረስ ከዛ በኋላ ጉልበቱን ከጉልበታቸው ጋር አስቀምጦ ተቀምጦ ቁጭ ብሎ አስጠግቶ ተቀምጦ እጁን በሳቸው መዳፍ ላይ ቁጭ አድርጎ ከዛም በኋላ ስለ ኢስላም ስለ ኢማን ስለ ኢህሳንና ስለ ቂያማ ጠይቋቸው ሄደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኋላ ላይ ጅብሪል መሆኑን እስኪነግሩን ድረስ ብሎ ነበር ስለዚህም በሰው አምሳል ሊመሰል እንደሚችል ሐዲሱም ያረጋግጥልናል ማለት ነው እንደዚሁም ኢብራሂም ዘንድ የመጡ እንግዶችም መላእክቶቹ ወደ ሉጥ ከተማ ተልከው የሉጥ ከተማ ህዝቦችን ማለት ነው ለማጥፋት በተላኩ ሰዓት ቅድሚያ ኢብራሂም ዘንድ መጥተው ኢብራሂም ጋር ገብተው በሚስቱ በሳራ በኩል ኢስሐቅ አለይሂ ሰላም ያአላህ ሰላም በሱ ላይ ይሁን እንደሚወለድ ባበሰሩትም ጊዜ በሰው አምሳል እንደመጡ ቁርአኑ ይገልጽልናል ሰው ስለመሰሉት ነው ለሱም መጀመሪያ ምግብን መስተንግዶን ያቀርበላቸው ኋላ ግን ያው ባፈጣጣራቸው መላእክት ነበሩና ከሰው የተሰራው ነገር ወይም ከመደራ ፈር የሚወጣን ነገር እንደ ምግብነት ስለማይጠቀሙ አልበሉም ቁርአን እንደሚያስተምረን ባይብል ላይ በርግጥ በሉ ጠጡ ይላል ቁርአኑ የሚያስተምረን ግን እንዳልበሉ እንዳልጠጡ ነው የሰው ልጅ
أكالو كمدرافر سلتبج أكالو كمدرافر سلتغني كمدرافر يميوت أنا قربتك لالا عندما جبنت مالتنو كافر يميوت أنا قربتك لالا عندما جبنت ياسفل لجوال ملايكة وجن فترة تشو عندسو كافر سلال هنا يسولج عندما جبنت متكمون جن أيتكمون بوقتم عندال بلونو من نامنو ይሄ እንግዲህ ስለ መላእክቶች ሊኖረን የሚገባው ሌላው ሶስተኛው ግንዛቤ ነው። አራተኛ ተፈጥሯዊ ማንነታቸውን በተመለከተ ምን እንረዳለን ቢባል انهم مخلوقون قبل خلق الانسان ከሰው በፊት የተፈጠሩ መሆናቸውን መላእክቶች በጊዜ አፈጣጠር ታሪክ ከሰው በፊት የተፈጠሩ ፍጥረቶች ናቸው ብለን እናምናለን። لذيهم قران ما رغاغچا يسطنال سوره البقره قطر 30 لاي من الى القطر 30 واذا قال ربك للملائكه جيت اهل ملائكه بالغزي استاوسيلان اني جاعل في الارض خليفه اني بمذر لاي متكن ادراغينياله عنده بموت ساعات ليلو يتتكا اللهن يميملكو تولدوچن فطاري نين بالغزي استاوس قالوا ملائكه مالو يلال already አደምን እንደሚፈጥረው በአደም ምክንያት ዘሮች የሚተካኩ ትውልዶች እንደሚመጡ አላህ አደምን ከመፍጠሩ በፊት ለማን እየነገረ ነው ማለት ነው ለመላእክቶች እየነገረ ነው ማለት ነው በዚህ የቁርአን አንቀጽ መሰረት ስለዚህ መላእክቶች ምንድናቸው ማለት ነው ሰውን እንመለከታለን ሰውን በጊዜ የሚፈጥሩ መሆና የሚቀድሙት መሆናቸውን ማመን ይቻላል ማለት ነው نزي اهون يتكسناچو اراط نطبوچ سله ملائكاوچ تفطروي ماننت قوم نغرن ياسچبطونال ومن صفات الملائكه الخلوقيه سله مغباراوي كهونو باهرياچو مكاكل دگمو من من نطبوچ نو مامن ياللبن يقدمو تفطروي ماننتاچو نو اهون دگمو سله مغباراوي ماننتاچو سله باهرياچو من مامن ياللبن اند مسلمنتاچن اندنيا انهم معصومون من المعصيه كونجل يتطبقوا ناتشو بلن نامنالن كونجل يتطبقوا ناتشو لا يخافون امر الله سبحانه يملكاتنا يا الله تعزاز يميتصوم ايدلوم يهنن نامنالن قال تعالى الله سل الناس سيورا سوره التحريم قطر 6 لا يتناغروال بسوره التحريم معرف 66 قطر 6 لا لا يعصون الله ما امرهم الله يعززاتهم يما يمصوا ويفعلون ما يؤمرون يتعززوتن يميتغبروا فطوروش بمبال يترالو معناتنو الناسو معنات بسوره الانبياء قطر 26 اسك 27 من دتغلصوت معرف 21 لاي معناتنو قطر 26 اسك 27 بل عباد مكرمون الناس مالات يتكبروا باريوش ناتشو لا يسبقونه بالقول بنغغر ايقدموتم جيتاچون وهم بأمره يعملون عند تعزازهم يميفصمو منفساوي فطورانوش ناتشو بلوال سلازيهم كونجل يتطبقو ناتشو بلن انامنالن هلتنيا انهم يخافون الله خوف التعظيم املاكاتنا اللهن اجيك بتام يبرتا بكبريتام يتمولا يهونا فرهاتن يفروتال اللهن بمفرات تجناكي وشناتشو اللهن فري وشناتشو اندزا هنا ويالة كونجل يتطبقو اللهن املاكي وش هنا ويالة جنجيتاتشون ميفرو يمين كتكتوناتشو يهم بقرانوست ببزو سفرالا يتقلصوال بسورة النحل قطر 49 اسك 50 سورة النحل قطر 49 اسك 50 ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض بلوال بسمعتنا بمدر يالو هلو بتقلالا من دابة تنكساكاش هنا هلو لالله سجود يوردال يسجدال والملائكة عندهم ملائكتوش وهم لا يستكبرون يمكرون ما يدلهم يخافون ربهم جيتاتشون يفرالو من فوقهم كبلاياتشو سيهون الله كنسو بلاي سيهون يفرو تال ينكتكتو لتال ويفعلون ما يؤمرون يعززاتشونم يمي تقبرو فطران وشناتشونو ليلو دقمو سوستنياو يملايكاوش سنم اقبار مندنو
لن يس وأنهم مقربون من الله ومكرمون عنده الله زند كرابيوتشنا كبريتا ياللاتشوناتشو الله زند كرابيوتشنا كبريتا ياللاتشو فطورانوشناتشو بلن من دزيهو النامنا لن قرآن بسورة النساء متوسبه للتلين دقلز لن لن يستنكف المسيح المسيح بفتسو ما يتسيف ملال المسيح بفتسو ما يتسيف أن يكون عبدا لله لالله باريا كمهون فتسو ما يتسيف أيضا لمسو ولا الملائكة المقربون لالله كرابي هون ملائكة تشنكوان باريا كمهون فتسو ما يتسيف مسيل اقرا من قد ملائكة وش لالله يقربوا باريا مهونات شوني قلت لنا عالم لتنو سلازيهم ملائكة وش الله زند كرابي هونو باريا تبلو يتقرى اللوم لتنو اندازيهم بأراد تنيا درجة من النامنا لن وأنهم مفطورون على الطاعة والعبادة والتسبيح بعبادة هلما الله سبحان الله بمالت تزازون بمفتصم تقبر لا يتسمروا هلما الله بمملك لا يتفتروا فطوروش ناتشو قرآن بسورة الأنبياء قطر حيا لا يندقلسوا يسبحون الليل والنهار كأننا لليتنا الله كقدول بحري يتأروتال ياتأروتال لا يفطرون بزي عبادة تقبارات شو اندزيهو آياق وارتم ملال آياق وارتم قدم عندي رساه تنتبال له سلام ملائكة فطراي بحري سنانسا ليلو تجمري مهوني اللبت من دنو أنهم يسكنون السماء منوريات شو سماي اندهوننو وينزلون منها بأمر الله بالله تعزاز النافكار كسماي يوردالو جيتاتش لم يفلقو ألاما كزاوش منوريات شو سماي اندهوننو يمنامنو بالله فكاد قن ليوردو يشلالو سورة مريم قطر سلسارات تلاي سورة مريم قطر سلسارات تلاي ملايكة وجبريل لنبياتنا صلى الله عليه وسلم انديل كتاززو مكاكل عندو من دنو وما نتنزل إلا بأمر ربك بقيتا فكاد انجي أن وردم له ما بين أيدينا وما خلفنا كبست فتاتنا ميهون كبست خالا يالو هلو ليقيتا بتشانو وما بين ذلك بزي ما هكال يالوم يسنو وما كان ربك نسيا يانتا جيتان فتسمو يميرسا عيدا لن بمالت يهننو سيناقرون يمن سماو مالتنو إيهي سلام العيكا وشسنا مقبار لنا من يميقبان باهرين او مالتنو وردي تفتراوي سنا مقبارنا باهرياوي سنا مقبارات شون بزيه ملكو كتردان الفرق بين الملائكة وبين البشر بملائكتنا بسو مكاكل يالو ليونت ودميلو انقبالن سو كملائكة بمن اللي يالو ودميلو نتب كمتان اهون قدايو له الله چنم كاللالنو يميهنو سو كملائكة كمي اللي يباتشو نتب وش مكاكل عندن يا مندنو ان الملائكة خلق من نور ملائكة وش كبرهن يتفتروت غير منظور بأين يتايوم وغير محسوس ايداسسوم اما الانسان يسو لجماعة فقد خلق من صلصال من حماء مسنون يمي قماك هنا تقرشقا يتفتر فطورنونا سو من شعفر سيهون ملايكا وشبرهان ناتشو بأفتاتراتشن ان اللي يالن إيهي عن دنياو ليونتاتشنو الثاني هلتنياو دقمو أن الملائكة لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة ملايكا وشوتاوي بهنا قلالت وندويم سيت تبلو اي ترم اي قلتم فمن وصفهم بذكورة فقد عصى وفسك بوندس اوتا يمي قلت اتشو وندنا اتشو بلو يمي ناقر كالا ايه سو من ابلال عاصي عمس انيا وانجلنيا فاسك تبلو يترال جبريل وندنو ميكايل وندنو بلو يمي ناقر سو عمس انيا نو مبالو اند شريعو ومن وصفهم بالأنوثتي بسيت صوتا يقلس اتشو كالا رقمو فقد كفر وخرج عن الدين كدين الاسلام مولو بمولو يوطال يكفر على مالتنو اندزيانة سو لأنه يعارض صريح قول الله تعالى في ذم المشركين الله مشركوشن بقلس يتكاوم بتني قرآن انكس السمي يتكاوم اسلهو نمالتنو
الله بقرآن سل النص سيقلس وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا إلى بسورة الزخرف قطر أسرى زتين معرف أربع صوص قطر أسرى زتين لاي يا الرحمن باروتش هنوتن ملائكة لا الله سيت لجا درقون ديلا عربت أو تاوينوش ملائكتي الله سيت لجنا تشبلو يامنو سلنبر سيت لجا درقون دي أشهدوا خلقهم سيفتروا أي توال بوقت نبرو ستكتب شهادتهم إيهي تشيك علاتشو مسكر النتاتشو تتصافالج ويسألون نقبقيتاتشو فيت يتأيك اللوه إلال سلزهم ملايكوش سوطايبوهون قلسا أي تكسن من البات أنت بميلكو أنقوا ويم نو يميلون كلمة تكماتشن يسوطا ملي يادرغن اندان ناسبو جبريل متانو يمنلو متاتشن نلم ملائكة وجبريل نبياتنا صلى الله عليه وسلم زند متو اندي على النلالن على التشانلن متى على هدا يميلو متى كماتن وندس اوتا مالتقن اندال هنا لن الرد يقبل بأمارن يقوان قوان قوان بيهون مالتنو انتنا انشي يميلو قال هيوت لالات شون اگر كهونا سوتا مليانو هيوت لالات شون اگر كهونا سوتا مليا يبالال بأمارن يقوان قوان ጉዑዝ ነገር ለሆነ ከሆነ ጉዑዝ አካል ከሆነ ህይወት ለሌለው ነገር ከሆነ ያንድ ነገር ትልቅነትንና ማነስን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቋንቋ ነው በጣም መጠኑ ያነሰ ትንሽ የሆነ በሄደ ቁጥር እቺ ድንጋይ እየተባለ ይነገራል እቺ ጠጠር እየተባለ ይገለጻል ማለት ነው መጠኑ በጣም ከፍ ሲል እንደ ጋራና ተራራ ሲሆን ይህቺ ተራራ ተብሎ መነገር ይቆምና ይሄ ተራራ ይባላል ወይም ይሄ ጋራ ይባላል ተራራ ወንድ ስለሆነ ትንሿ ጠጠርና ድንጋይ ሴት ስለሆነች ሳይሆን ጉዑዝ ለሆነ ነገር የሚሰጥ ስያሜ ነው በዛው መልኩ መላእክቶችንም አንተ ብለን ስንጠራ ሃያሉ አምላካችን አላህንም አንተ እያልን ስናመልከው ጾታን እየተጠቀምን እንዳልሆነ ግልጽ ሊሆን ይገባል ግን ወንድ ነው ويم سيتنش ميلون قال لملائكاوش فصمو ان تتكمم ايه كسو يميلياچو نو ملائكاوش صوتاوي بهونه گلصا اي گلصوم ولا يتناكحون تدارنا يمسرتوم ولا يتناسلون زرنا يفرون ولا ياكلون ولا يشربون اي بلوا يتطو ولا ينامون ويم اند سو ايتنيوم كما يتصف البشر بذلك ሰው ግን በእነዚህ ባህሪያቶች እየተገለጸ ይያለ ሰው እንዳለው ሴት አለው ትዳር ይመሰርታል ዘረን ያፈራል ይበላል ይጣጣል ይተኛል የመላእክት ባህሪ ግን ከዚህ ውጪ ነው ይሄም በሁለተኛ ደረጃ ለየት ያደርጋቸዋል መላእክት አይተኙ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መላእክት ይተኛሉ የሚል አንድም ጥቅስ የለም የሚያሳዝነው ግን የመላእክት ፈጣሪ የሆነውን እግዚአብሔር ግን ሁለት ቦታ ነው ሶስት ቦታ በዚህ መልክ ሲገልጸው ነው እናገኘው በተለይ መዝሙረኛው ዳዊት በመዕራፍ 44 በ43 በቅንፍ 44 ቁጥር 24 ላይ አቤቱ ንቃ ለምን ታንቀላፋለህ ይለዋል እግዚአብሔርን ማለት ነው ለምን ታንቀላፋለህ ይላል እንደዚሁም እዛው መዝሙር ላይ ነው በመዕራፍ 77 በቅንፍ 78 ቁጥር 65 ላይ እግዚአብሔርም ከንቅልፉ እንደሚነቃ ሰው ተነሳ የወይን ጠጅም ጠጥቶ ድፍረት እንደተሰማው ጀግና ሆነ ይላል አምላክ እንዴት በእንደዚህ አይነት ባህሪ ይገለጻል تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هيارو አምላካችን አላህ ከእንደዚህ አይነት ባህሪ ጥራት ይገባው መላእክቶች ባልተገለጹበት መላእክት ባልተጠሩበት ባህሪ የመላእክት ፈጣሪ የሆነ አምላክ እንዴት በእንደዚህ አይነት ባህሪ ይገለጻል አላኩ ለህል ወደ ነጥባችን እንመለስና ملائكاوش كسو بزيه اللي يالو الثالث سوستنياو ليونت دقمو أن الملائكة لهم قدرة على التشكل بإذن الله تعالى وأمره بالأشكال البشرية السوية المختلفة بتلا يوين السووش ملائكاوش بالله تئزاز النافكات بسووش لمن مسل چلوتاو النهايلو الله تشوبلن النامنا لن كدمن ده تقلص او مالتنو ሰውን ተመስለው ሊመጡ ይችላሉ ብለን እናምናለን ሰው ግን ይሄ ችሎታ የለውም ሰው ውሻ መሆን አይችልም ሰው ጅብ መሆን አይችልም ሰው እንስሳ መሆን አይችልም አንዳንድ ጊዜ አገራችን ላይ የሚወራ ወሬ አለ የሰው ጅብ አለ ይባላል ምንድነው ሲባል ቀንቀን ሰው ነው ማታ ሲመሽ በተለይ ከመሽቱ 4 ሰዓት በኋላ ወደ ጅብ ይቀየራል
የሰው ጅብ የሚባል ነገር አለ እንዴት ሆነ ነው ሰው ጅብ የሚሆነው አንዳንድ ሰው ደሞ ጉዳዩን ሲያሻሽለው ኖ ኖ ኖ ኖ የሰው ጅብ የሚባለውማ አለ ያ ማለት ሳይሆን ማታ ማታ የጅብን ባህሪ ይላበስና በጥፍሩ መቧጨር መናከስ ይጀምራል ይላሉ እንዴ ይሄ ነው እንዴ ትርጓሜው ሴትም ልጅ እኮ ከጓደኛዋ ከሴት ጋር ስትጣላ እኮ እየተቧጨረች ነው ተናከሳለች ትቧጨራለች የዛኔ ጅቦናለች ማለት ነው እንዴ እና አላኩልህል እንደዚህ አይነት ተረት ተረት ወይስ እንደው ምናልባት በወቅቱ በማታ ልጆች እንዳይወጡ በማታ ወደ ደጅ ልጆች እንዳይወጡ ሰው ለማስ አላኩልህል ሰው ሆኖ ጅብ የሚሆን የለም ወንድም ይባጨራል እሺ የሴቶች ጠበቃ ሲስተር ሙና ወንድም ይባጨራል አለች አፉ በእኝ እንግዲህ እኔ ስለማልባጨር ነው እንግዲህ እነማንን እንደሆነ አልገባኝም ሌሎቹ ራሳቸውን ወክለው ይናገራሉ ስለዚህ መላእክቶች በሰው ቅርጽ ለመመሰል ሲችሉ ሰዎች ግን ወደ ሌላ ቅርጽ አይለወጡም ይሄ መላእክታን ከሰው ለየት ያደርጋል አራተኛ الرابع አራተኛው ባህሪ ደሞ ከሰው ምን ይለያቸዋል ان الملائكه مفطرون على العباده والطاعه መላእክቶች አላህን በማምለክ ለተእዛዙ ቀጥ በማለት የቆሙ ፍጥረቶች ናቸው ወለይሰ عندهم استعداد لارتكاب المعاصي والوقوع في الذنوب እነሱ ዘንድ ማለት ነው ወንጀልን ለመስራትና አመጽ ላይ ለመውደቅ ምንም አይነት ቅድመ ዝግጅት የሚባል ነገርም የለም ሰው ከሆነማ ሁለቱም ባህሪያቶች አሉበት አንዳንድ ጊዜ የخير ስራ ባህሪው ባዘነበለ ሰዓት በስሜቱ ላይ የበላይነትን አግኝቶ ተቆጣጥሮ خير ስራን ይሰራል ወደ መላእክት ደረጃነት ይደርሳል ማለት ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ የሸር ስራ ባህሪው ያመዝንበትና ስሜቱ አሸንፎት ሸር ስራ ይሰራል አንዳንዴም አላህ ይጠብቀን ከንሰሳን በታች ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከንሰሳን በታች የሚሆንበት አጋጣሚ አለ መላእክቶች ግን ሁሌም አላህን በማምለክ ተዛዙን በመፈጸም የተሰማሩ ፍጥረቶች ናቸው ይሄ አራቱ መላእክቶችን ከሰው የሚለያቸው ባህሪ ነው الفرق بين الملائكه والجن اشي ملائكهنا جنيوچس بمن يليالو اغاننت ويم جني يتبالو فطرتوچ كسو بمندنو يميليوت ميل طياقه كتنسا ان شاء الله ايهن دغمو انملكتوالن اندنيا الملائكه خلقهم الله من نور ملائكهوچن الله كبرهان يفطراچو والجن جنوچو ايما غاننتوچ خلقهم الله من نار الله كنار ويم كاسات نيفطراچو وقد تقدم الحديث الذي يدل على ذلك ياو ايهنن يمملكتو حديث اصلفن قدم اندايناو خلقت الملائكه من نور وخلق الجن من مارج من نار اندتبالو كاسات نبلبل تفطروا سلتباله بزيه مسرات አንደኛው ልዩነታቸው ኦሪጅናቸው ፍጥረታቸው ነው እነዚህ ከእሳት ሲፈጠሩ መላእክቶች ደግሞ ከብርሃን ተፈጥረዋል ይሄን እንዳትረሱ ሁለተኛ አልመላእክቱ መጅቡሉን አላ ጣዓቲላሂ ወልቂያሚ ቢአዋሚሪሂ መላእክቶች ሲፈጠሩ ያአላህን ተዛዝ በመፈጸም አጠቃላይ እሱን በማምለክ ተግባር ላይ ቀድሞውኑ የተገሩና የተሰማሩ ፍጥረቶች ናቸው ወተስቢሂሂ ወተህሚዲሂ ሁሌም እሱን ሱብሃንአላህ በማለት ከጎዶሎ ባህሪ ለማጥራት አልሐምዱሊላህ በማለት ምስጋና ለአላህ ብቻ መሆኑን በመግለጽ በኸይር ስራ ተግባር ላይ የተሰማሩ ናቸው ወአመል ጂኑ ጂኖች ከሆኑ ግን فإنهم كالبشر እንደ ሰው ናቸው በዚህ ቦታ ላይ منهم المطيع ከነሱ መካከል ታዛዦች አሉ ومنهم العاصي አመፀኛ የሆነም አለ كما أن منهم المسلم ومنهم الكافر لك በውስጣቸው ሙስሊምም ካፊርም እንዳለው ሁላ ማለት ነው ጅኖች ለየታይሉን በዚህ قال تعالى الله راسو ሲናገር ምን ይላል على لسان الجن ጅኖች በወቅቱ ባንደበታቸው ተናግረውት የነበረውን ቅዱሱ ጌታችን በቃሉ ምን ብሎ ይነግረናል وأن من الصالحون አሉ ከኛ ውስጥ ምእመናን ባሪያዎችም የሆኑ አሉ ومن دون ذلك ከዛ ውጭ የሆኑ ደግሞ ወንጀለኞች አሉ ኩና ጠራኢቅ ቂደዳ የተለያዩ አይነት ቡድንና መዛብ ባለቤቶችም ሆነናል ይላሉ ቡድን ሴክት ወይም ክፍፍል የሚባለው ነገር በጅኖች መካከለም አለ ማለት ነው በሌላም ስፍራ አዛው ሱረቱል ጅን ላይ
ايه قطر 11 نو قطر 14 اسك 15 من يلال وانا من المسلمون كنيا وسط مسلموچ مالو ومن القاسطون اندزيوم دمو كحق يا زنبلو عمصنيا كهاديوچ مالو سلازي من الله مالتنو امانيم مالا اندزيوم كهادي مالا مالتنو የሚገርመው ነገር ግን ሸይጣን የሚለውና መላእክት የሚለው በቅዱስ ቁርአን ውስጥ ስማቸው በብዛት ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ነው የተጠቀሰው ሸያጢኖችና እንደዚሁም መላእክቶች ስማቸው በዛቱ ተመሳሳይ በሆነ መልኩ በቁርአን ውስጥ ተጽፏል ስንት ጊዜ ነው የተጻፈው ይሄን የሚሞክራለ ከእናንተ ውስጥ ስንት ተጽፏል የመላእክትና የሸያጢን سماچو بذاتو تمساساي بهونه ملكو تصفوال 88 غزي امو ملساوالچ ابابا سطوات 88 غزي تمساساي بهونه ملكو تصفوال 3ኛው ልዩነት الملائكه جميعهم يمثلون جانب الخير والفلاح መላእክቶች በጠቅላላ የመልካምን ነገር አርአያ ጥሩነትን ደህንነትን የሚገልጹ ናቸው ወየተጂሁነ ኢላ ኢባደቲላህ አላህን በማምለክ ተግባር ላይ የተሰማሩ ናቸው ወሂዳየቲ ልኢንሳኒ ወሂፍዚሂ የሰውን ልጅ ቅኑን ጎዳና በማመላከት ሰውን በመጠበቅ ተግባር ላይ ተሰማርተዋል ወዱዓ ኢላሁ ለሁ ቢልመግፊራ አላህ ምህረት እንዲያደርግለት ጸሎት ማድረስና ዱዓ ማድረግ ተግባር ላይ ሲሰማሩ ወአመ ሸያጢን ሸይጣናት ግን ወሁሙል ሙተመሪዱነ ሚን ከፈረት ልጅን ከካዱ ጅኖች መካከል አመፀኞቹ ማለት ነው ፈኢነሁም ይመሥሉነ ጃኒበ ሸር ወልፈሳድ ሁሌም ብልሹነትንና መጥፎነትን ብቻ ነው አርአያ ሆነው የሚታዩት ወዩዘይኑነ ሊናሲ አልማሲ ወሸሃዋት ለሰው ልጅ አመጽና ስሜቶችን ሁሉ ጥሩ አድርጎ አጋጊጠው ማቅረብ ነው ስራቸው ወይ ወስውሱነ لهم ሰዎችን ለመጥፎ ነገር ይጎተጉታሉ ويوقعونهم في شرور والآثام በክፋትና በመጥፎ ተግባራቶች በወንጀልም ላይ ሰዎችን አደጋ ላይ የሚጥሉ ምሳሌና አርአያ የሚሆኑ ናቸው እነዛ ለኸይር ነገር ሲሆኑ እነዚህ ለሸር ይሆናሉ ይሄ መላእክቶችን ከጅኒዎች የሚለያቸው ነው ማለት ነው اوكي ايهنن كتردان اعمال الملائكه عليهم السلام يا ملائكاوچ يسرا درشا يا ملائكت يسرا درشا مندنو نو ياو ملائكاوچ مالت يا ملائكاچن يا الله سراويتوچ ناتچو بفطرت عالمو لا يبتناچو بمخلوقاتوچو بفطرتو لا ليو ليو يسرا درشا ستواچوال اسكي كتسطاتچو يسرا درشا مكاكل يتوسنو ملائكاوچن انملكتالن فمنهم من ينزل بالوحي على الانبياء نبيات لاي وحيين يميورد الله ملكوتاوي رأيين بمورد يتسمار ملائكة الله ما انه هي ملاك ايه ملاك من يبالال سموم وهو جبريل عليه السلام ملائكاو جبريل تبلو يترال ملائكاو جبريل تبلو يترال يا الله سلام بسوليهن صاحب السفارة بين الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بالله النا بملكتنيوچ مكاكل اوريدي اندام باصادر هونو يمياغلغل معناتنو قران راسو يوردو بملائكاو جبريل بكل نو بسورة الشعراء معرف 26 قطر 192 اسك 195 وانه لتنزيل رب العالمين يقران كعلماتو جيتا كالله يتورده نو نزل به الروح الامين تمانيو منفس جبريل يزوت وردة على قلبك لتكون من المنذرين كاستنقاقيوچو نبيات تهون زندم بانت لبلا ياوردو يلال ሁለተኛ ومنهم الموكل بالنفخ في الصور قند اندي نفا يتعزز ملائكة الله قياما سيقرب بقندو اندي نفا يتعزز ملائكة الله ايهي ملائكة دغمو مان يبالال وهو اسرافيل عليه السلام ملائكه اسرافيل تبلو يترال اسرافيل نو ازرائيل ايدلم اسرافيل ميكائيل ما ايدلم اسرافيل يبالال ينفخ فيه بامر الله نفختين باملكاتنا الله فقاد باملكاتنا الله تعزاز
هلت جزي نفال الأولى للإماتتي يمجمرا وبكندو من نفات سنفا أتقالي هلوم يموتال والثانية للإحياء هلت تنعو دقمو هياوي هنا عال بهلت تنعو من نفات يموتو هلو كمكابري كسكسال. قال تعالى الله من إلال بسورة الزمر قطر سلسا سمنت سورة الزمر قطر سلسا سمنت لاي ونفخ في السوري بكندم تنفى فصعك من في السماوات ومن في الأرض بسمعنا بمدر اللو هلو هلوم بچوهت ودك إلا من شاء الله الله شو بتشاسكر ثم نفخ فيه أخرى للايتم من نفات بتنفى قزي فإذا هم قيام ينظرون هلوم كمكابرات شو بمنسات يمسر رباتشوني التبابك اللويل صوستن يودقمو ومنهم من يقبض الأرواح روحتشن يميز ويتوفى الأنفس نفسوتشن يميقدل على كسوتش مكاكل روحن يميوسد دقمو على من نو إيه ملايكة روحن بموسد يسوتشن روح يميوسد من يبالل وهو ملك الموت يبالل يموت ملاك ويم ملك الموت إسرائيل أزرائيل أو يميبال عندان دس يامي السطوال على كل حال ملك الموت تبلون ميترو ميكايل ما يدلم ملك الموت ملك الموت ويم يموت ملاك تبلون ميترو وعوانه اندزيهم رداتوچو يموت ملاكنا رداتوچو. قال تعالى الله من إلال قل يتوفاكم يقلاتشو البلاتشو ملك الموت يموت ملاكي هونو الذي وكل بكم بنان تلا يتوكلوا يموت ملاكي قلاتشوال ثم إلى ربكم ترجعون كزام ودقيتاتشو تملس اللاتشو إلال للا سفر علي دقمو بسورة الأنعام قطر سلساند حتى إذا جاء أحدكم الموت عنداتشو موت بمتابت قزي إلال توفته رسولنا ملكتن يوچاتشني قلوتال وهم لا يفرطون النسوم الله كزازاتشو تزاز يميا قدلو ما يدلو ملال أردتنيا ومنهم الذين يتنزلون على المؤمنين عند الموت مؤمنانوش تار موتست بميقبو ساعت يميوردو ملايكا وچالو يثبتونهم بكلمة الشهادة يميسانواتشو ويبشرونهم بالجنة فتلة فتاتشو جنة دالة يميابسرواتشو ملايكا وچمالو اللهم اجعلنا منهم. قال تعالى الله من إلال سورة فصلت قطر سلاسة لي سورة فصلت قطر سلاسة لي إن الذين قالوا ربنا الله إن زياء الله جتاتشن ويالو سوتش إلال بمدرائه وتاتشو ثم استقاموا كذاب الزمن تاتشو اسكمش الرشاوي يسألنو سوتش تتنزل عليهم الملائكة ملاك تبنسوا لي يوردالو ألا تخافوا أتفروا بمالت ولا تحزنوا أتزنوا بمالت وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تكترت بنبروا جنتم أنكوان دسيالاتشو بمالت يابسروات شوالللا أمستنيا ومنهم الذين ينذرون الكفار عند الموت بتكارانيو كهديانوچن تارا موت لاي مالتنو لك لموتو سيلو يم يستنككو ملايكا وچالو وينزعون أرواحهم نزعا شديدا روحو چاچون كسو نتاچو سياهوتو راسو برتو بهون ملكو چكاني بتم واللابت ملكو كسو نتاچو يم يهوتو مالو الله يتبكا النزيهنم سورة الأنعام قطر زتنا سوستلاي قلسوا اتشوال بمعرف سدس قطر زتنا سوستلاي ولو ترى بتم ملكت نور ويلال إذ الظالمون في غمرات الموت بدلن ياك هديوش بتعار موت لاي هنا ويال بموت تعار لاي هنا ويال والملائكة باسط وايديهم ملائكة وچجو چاچون زرقتو أخرجوا أنفسكم نفسو چاچون عوتو اليوم تجزون عذاب الهون زاري اوراجي هونون قطات تقم سالاچو بالاچو سات يمي هونون هنيتا بتاي نورو اسدنگاچ نگر بتملكت كنبرك ياله قرانو يناگرال مالتنو سدستنيا ومنهم الذين يصعدون بروح المؤمن يمؤمنن ويم يمؤمنن روح يزو ود السمايات يميوطو ملائكتالو حتى يصل بها الى السماء السابعه سبعتنيا سماي اسكي درسو درس يزو يميوطو والذين يسعدون بروح الكافر يكهدين روح يزو يميوطو ملائكاوچ
ثم يطرحونها في الأرض كذا بحالا جن ود مدر يمبطولاتي هونوت بعد أن تغلق أبواب السماء دونها كمؤمنوش روحوشي يسماي دجافوش لكهاديانوش سلم ما تكفت ينسو روح سماين تسو سلم ما يوتا ود مريتي ورا ورال كذا بحالا ويسألون الميت في القبر ماشن بكبري تيكوتال بكبري تيكوتال مانا شو تيكيوشو بكبر تياكيوچو ماناچو بواننينت سماچو يتتكسو نكيرونا منكر ناچو هاروتنا ماروت ايدلو نكيرنا منكر بمبال يترالو او نكيرون ومنكر ياو بزي اغطامي يتساسات انفورميشن يتسطاچو كريستيانو غنوچ سيامياچو ناستكاكلو عند غزي ياو باند كريستيان روموست استماري تبلو نو انغدي للناس يقربو تنكرنا منكر بلو سيناغر نو انغدي يسمعوت انا تنكرنا منكر سايهونو نكيرنا منكر تبلو يتطرالو معناتنو انا ايهنن سم استكاكلو اوكي انا بكبري طيقوتال ثم يعذبونه كذام يقطوتال او ينعمونه ويك امانيوچ كهون انغدي صغان يسطوتال بعد اعاده الروح الى الجسد اكل ود سونت كتملسه بوحالا معناتنو اكل ود سونت كتملسه بوحالا سبعتنيا ومنهم خزنه الجنه يجنت زبنيوچالو القائمون برعايه اهل الجنه ونعيمهم የጀነت ሰዎች ባለቤቶችንና ውስጥ ያለውን ጸጋ በመጠባበቅ ላይ ያሉ የተሰማሩ መላእክቶች አሉ። ቁርአን በሱረቱ ዙመር ቁጥር 73 ገልጿል። በሱረቱ ዙመር ቁጥር 73 ላይ እንደገለጸው حتى اذا جاءوها በመጧትም ጊዜ وفتحت ابوابها ደጃፎቹ ይከፈታሉ። وقال لهم خزنتها زبنيوچم يلالو سلام عليكم يا الله سلام بنانت لا يهون طيبتم انكم دس يالاچو فدخلوها خالدين لزر عالم زوتاريوچم ستهونو غبوات بمالتم ملكام يمسراچن يناغرالو 8 ومنهم خزنة النار يا جهنم زبنيوچ يالو القائمون على عذاب اهلها بوستوا يالوتنم اندزيحو امصنيوچ بمقطات تكبر لاي يتسمارو معناتنو قال تعالى في اوصاف خزنه جهنم سلا جهنم زبنيا ملائكهوچ باهري سيناجر بسوره التحريم قطر 6 عليها ملائكه بوستوا ملائكهوچ يالو غلاظن چكانيوچ ناتشو شدادن برتووچ ناتشو لا يعصون الله ما امرهم الله يززاچون يمامصو ويفعلون ما يؤمرون يتعززون يميتغبروناچو ورئيس خزنة النار كجهنم زبنيوچ مكاكل واناو ماننو واناو هو مالك عليه السلام مالك تبلو يترال كجهنم زبنيوچ مالك يبالال قال تعالى الله من إلال ونادوا يا مالك انت مالك وبمالتم تتعروا ليقضي علينا ربك جيته ليوسن يشلال لنا موتن سيلو قال انكم ماكثون ان انتو مندناچو بوستو ازوتاريوچ تقماچوچ ناچو بمالت ملاش يسطاچوال مالتنو 9 ومنهم الكرام الكاتبون يتكبروا صحافيوچ يتكبروا صحافيوچ አሉ الذين يلازمون الناس ሰዎችን ሁሌ አጥብቀው የሚከታተሉ ويسجلون اعمالهم واقوالهم ንግግራቸውንና ተግባራቸውን የሚመዘግቡባቸው وعندهم لكل واحد من البشر سجل خاص قد كتبوا فيه كل شيء እያንዳንዱ ነገር የዘገቡበት ለእያንዳንዱ ሰው የሥራ መዝገብ ያላቸው የሥራ መዝገብ አላቸው ያው يوم القيامه يقربلتنا انببيلوتال ማለት የጻፉትን ሁሉ ይመሰክሩበታል قال الله تعالى الله من الهلال سوره الانفطار كقطر 11 اسك 12 وان كسر اسك 11 وان عليكم لحافظين بنانت لا يطباقي ملائكهوچ አሉ
كراما كاتبين يتكبروا كبر صحفيان وشناتشاو إلى بل إلى صفرة دمو سورة قاف كتر أسرى سبات تسكى أسرى سمنت سورة قاف كتر أسرى سبات تسكى أسرى سمنت إذ يتلقى المتلقياني تغنانيو تشمب تغنانيو سات عن اليمين وعن الشمال كعيد ككنينا كقرابة كل اللو تكماتي هونو تغنانيو تش وإن ملايكاو تش بتغنانيو سات ما يلفظ من قولين سو يوك نققر من ما ينقرم إلا لديه السوزند بنورو إنجيالة من بنورو رقيب تباك إنا عتيد تملكاتي هونو ملايكاو تش تقوطة تارينا تملكاتي هونو ملايكاو تش بنورو إنجي سو يو منم نقر لنقر ويم لتقبرا يشلم نققرون ونا تقبارون تقوطة تارينا تملكاتي هونو ملايكاو تش يزقو بتعلنو السرنيا ومنهم الموكلون بحفظ العبد سون بمتبك يسرى الدرشا يتسطاچو ملايكا وچمالو في إقامته بمنور عكبابيو وسفره قزوم سيوتا ونومه ويقضته ستنيام ونسينكا وفي جميع حالاته التقالي بهنيتا وچو بس أبا وچو هلو بتقل الله المتبكو تالو وهم المعقبات تتكاكي ملايكا وچبالالو مالتنو تتكاكي ملايكا وچبالالو قرآن بسورة الرعد قدر أسران لاي سورة الرعد قطر أسرانج له معقبات من بين يديه ومن خلفه كفيت منك واستغلوا تتكاكي هون ملايكة وتشالو يحفظونه من أمر الله بالله تزاز يمتبكتنا تشويل سورة الطارق قطر أرات سورة الطارق قطر أرات تلايدك ممن دنومي لو إن كل نفس لم عليها حافظ ما ننيا يتوام نفس بالصلاة أباكي يتدرق جبات يهون الشنجي يالت أباكي يتتوج عندم يلتش منو يميلو سلزهم إيهي سرى درشاء الله تشو أسران دنيا ومنهم الذين يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم لمؤمنوش كالله زند مهرتنا ملمنو دعا يميا درقو ملائكة وشم هلو مالتنا الله بالنسو دعانا استغفار تتقام يدرقن النزي ملايكة سورة غافر قطر سباتس كسمنت تتك سوال بسورة غافر قطر سباتس كسمنت من إلال الذين يحملون العرش ومن حوله النزي عرشن إمشكمو ملايكة جناب زورة ويالوت يسبحون بحمد ربهم قتاتشون كما مسجن قرايات أروتال ويؤمنون به بسن بچنيا گتنتي امنالو ويستغفرون للذين امنوا لنزل امنوا سوچم اندزيو كگيتاچو زند من مهرتن يطيقالو ربنا گيتاچن هو يلالو وسعت كل شيء رحمه وعلما نگراتچنلو باوقتهنا باذنته يكببك گيتانهنا فاغفر للذين تابوا لنزيا بمسسات ودانت لتملسوا اباك مهرت ادرغلاچ منگدهنم لتكتلوا وقتهم عذاب الجحيم يئساتنم سقاي اندزيو طبقاچو يميلوالو يقتلالو اهنم ربنا اگيتاچن وي وادخلهم جنات عدن يمنوريا جنتنم ماسگباچو التي وعدتهم قال كيدان گبتهلاچو ينبرچوان ومن صلح من ابائهم وازواجهم عند الناس ملكام سري هونو كاباتوچاچو كميستوچاچو وذرياتهم كزروچاچون بأمنت يتگناኛچون ሁሉ عند لا يدرگاچو انك انت العزيز الحكيم انت مالت بزي گداي لاي اشنافينا طببنيا انت بቻነህنا يميلو سيሆኑ يهننم يميادرگو مرايكاوچ አሉ ማለት ነው أسرى ولتنيا ومنهم الذين يحضرون مجالس الذكر والعبادة الله يمين ملكبت يا الله سمي من نسب السفرة دقمو يمي قنيو ملعك توتشالو يا الله سمي توسابت سلسو ما ننت مرت ميستبت الله يمي ودسب السفرة لاي دقمو اندزيو يمي قنيو ملعك توتشالو ويحفون الذين يتلون كتاب الله يا الله هم مصحف قدس قالون ميانبوتن من دزيو يكبواچوال ويتدارسونه بينهم بمحكلاچو يمتنانو يهونوتن كما جاء في الحديث بحديث لا اندمتاو مالتنو وما جلس قوم في بيت من بيوت الله سوچ كالله قدس بيتوش مكاكل باندوم بيت التسباسبوم باندوم بيت التقمطوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم يا الله هم مصحف يميانبو هونو بمحكلاچو يتتنانوت
بالله بيت وسط التكمتم الا نزلت عليهم السكينه يقلب رغاطا بالنسو لا بيرد باتشو انجي وغشيتهم الرحمه يا الله ازنت بيكبباتشو انجي وحفتهم الملائكه ملائكوچن بكنفوتچاچو انسون بيشفنواچو انجي وذكرهم الله في من عنده الله سوزند يلوت ملائكوچ زند كلمه يبارو باري سمين يانسانو سنني ياورانو ياله سمون تقسو مالتنو بياوساچو انجي انزين بارياوچ كزي تغواروچي سوچ ليهونو ايچلون بمالت بندزي اين السفرا يتسمارو ملائكه مرورون يگلصال مالتنو انا لنا 12 يسرا درشاوچن تملكتنال ليلوچ اجيگ بزو يسرا درشا اللهچو አሁን በስተመጨረሻ የምናነሳው አንድ የቀረው ነጥብ ሲማሩል ኢማኒ ቢልመላኢካ በመላኢካ ማመን ፍሬው ምንድነው ቁም ነገሩ አሁን እዚህ ጋር ነው ማለት ነው አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው በእንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ፍጡራን በሆኑ መላእክቶች ማመን በአንድ ሙስሊም ህይወት ውስጥ የሚያመጣው ለውጥ ምንድነው ፍሬው ምንድነው የሚለውን እንመለከተዋለን ለኢማኒ ቢልመላኢካቲ فوائد وثمرات كثيرة في حياة المؤمن ملائكتن بزينت هنيتا قران اندگلصاچو امنو متقبل باند مؤمن هيوت است معناتنو اجيگ بزو تقموچنا فريوچ آلوت كنزي همكاكل يتوسنون لنا مناكل انتقس بيبال اندنيا العلم بعظمه الله تعالى وكمال قدرته يا ملائكتن يا الله انت لقنت يچلوتاون ملوئنت ياساوقنال يگلصلنال معناتنو سلام ملائكة يمياتنا سلام ملائكة يمماران دو مسلم يا اللهن تالاك النت يچلو تاون ملو النت بالنسو من النتوست لياغن يونا لماري چلال اندن يوكم نگر يهين يوم عالتنو اندهت كتبالة حينما يعلموا ان الله خلق من النور ملائكة الله كبرهان الله كبرهان ملائكة وچن اندفتر بمياوك ساعت ذوي اجنحة يكنف بالبيت هونوتن تحمل قدرة عجيبة اجيك بتامس دناكي يهونو حيلو اتشنا اتشلو تاو اتشن سيكواق وموسي ملكت تصغر امامها قدرات الخلائك مجتمعة يفترة تاتو اتشلو تاو اللو بيسبسبو النسو زند مالتنو كاكم نگر يمايك وطر مهونون بمير الداسات لك بلوت عليه السلام قزي اند تكستو مالتنو بلوت عليه السلام قزي كتماوان ملايكا وچات فتواتل ودزا صفرا بميد يان هلو هزب مالتنو وسطو كم منورو هنسا كنسساوچو چمر ملائكاو بكنفو چاف نه يازو باند كنفو چاف يزوت اسكه سماي درس نو يوسدو اسكه سماي درس وسدوتال حتى يسماي ملائكاوچ يدورونا يوشا چوهت اسكي سمو درس نه يتبالو يدوروچاچوننا يوشا چوهت اسكي سمو درس الاي درس كادرسو بهالا فجعل عاليها سافلها የላይኛውን የበታች በማድረግ ገለበጠ ወደታች ለቀቃቸው ማለት ነው ከላይ ምን አይነት ኃይል ነው ምን አይነት ጉልበት ነው ያላቸው ያሰኛል ማለት ነው እንግዲህ መሬትን ተሸክሞ ወደ ላይ ማንሳት የሚለው ነጥብ ሲታይ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኃያል መላእክቶችን አላህ መፍጠሩን አንድ ሙስሊም ከተረዳ ومعذالك ከዚህ ጋራ ግን ይሄ ጉልበት ያላቸው ይሄ ኃይል ያላቸው فهم خاضعون لله لا الله يواردالو يتنانسالو لا يسبقونه بالقول بنغغر هايقدموتم وهم بأمره يعملون بتزازو يميفصموناچو تادا اني ماننين يميلون تمرتا يوسدم عندن نغزي اجونا طفا درغو طونچاون غترو الله كزي بلاي سو كزي بتاچ بلو براسو طونچا يميمكاسو تمرت ያገኝም ወይ በዚህ ሰዓት የነሱን ማንነት የነሱን ኃያልነት ተረድቶ ግን ለጌታቸው እንዴት እንደሚተናነሱ እንዴት እንደሚዋረዱ ሲረዳ እኔ ማን ነኝ የሚለውን ነገር በዚህ መነጽር ማየት ይችላል فيزدادو المؤمنو تعظيما لله لله ያለው ከበሬታ በጣም እየጨመረ ይመጣል المؤمن ማለት ነው የጌታውን ትልቅነት በነሱ ህይወት ውስጥ ማግኘት ይችላል ይሄ አንደኛው ስለ መላእክት ስንማር የምናገኘው ቁም ነገር ነው ሁለተኛውስ ምንድነው መላእክቶችን ታሪካቸውን በማወቅና ስለነሱ በማጥናት ምን ቁም ነገር ይገኛል ከተባለ አጥማኒነቱ ወልኡንሱ بهم የቀልብ ርጋታ የቀልብ ርጋታና በነሱ ደስተኛ የመሆን ስሜት በውስጣችን ያድርብናል ይሄ ሁለተኛ ምንማረው ትምርት ነው
እንዴት ከተባለ ሂነ ዩሽዒሩ ልሙእሚን አንዳማኝ የሆነ ሰው በሚያውቅ ሰዓት ማለት ነው። አን አላህ ሱብሓነሁ ወከለ ቢሂ መላኢከተን የድዑነ ለሁ ወየስተግፊሩን ዱዓ የሚያደርጉለት አላህ እስትግፋር እንዲያደርግለት ምህረተ ሰፊ የሆነው አምላክ ይቅር እንዲለው የሚለምኑለት መላኢካዎችን እንደመደበለት በሚያውቅ ሰዓት ወሐፈዘተን የሕፈዙነሁ ከአደጋ የሚጠብቁ መላእክትንም አሰማርቶልሃል ተብሎ ሲነገረውና ጠባቂ እንደተመደበለት በሚያውቅበት ሰዓት ወጁንደን የሕሙነሁ ወዩዳፊዑን አንሁ ጠላት የሚከላከሉለት እሱ መከታ ሆነው የሚጠብቁት መላኢካዎች እንዳሉት ሲሰማው እንዴት የቀልብ እርጋታ አይሰማውም? በጋርድ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ጋርዳቸው ከጠገባቸው በሚለይበት ሰዓትና ጋርዶቻቸው ከነሱ ጋራ በሚሆኑበት ሰዓት መተማመኛቸውና ውስጣቸው አንድ ሊሆን እንደማይችል ሁላችንም እናውቃለን። እውነተኛው ጠባቂያችን አምላካችን አላህ ቢሆንም እንደ ሰበቡና እንደ ምክንያቱ መላእክትን እንደመደበልህ ባመንክበት ሰዓት ወይም ባመንሽበት ጊዜ ውስጣችን ያለው የቀልብ እርጋታና መደሰት ለውጥ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እርጋታ የቀልብ እርጋታ ደስታን ያገኛል ማለት ነው ሙስሊም በህይወቱ። ሶስተኛ ምን ትምህርት ያገኛል? ህርሱል ሙእሚን አላ ጣዓት ረቢሂ ወምቲሳሊ አምሪሂ ሙእሚን የሆነ ሰው አላህን ለመታዘዝ ትእዛዙን ለመፈጸም ጉጉቱ እያደገ እየጨመረ ይመጣል። ለምን? ሊማ ያዕለሙ የሚያውቀው ነገር አለ። አሁን ምን ተማረ? አነ አልመላኢከተ ይሰቢሑን አላህ ፊ ሌይሊ ወነሃር መላእክቶች ማለት አላህን በቀንም በሌሊትም የሚያጠሩት ናቸው ከጎዶሎ ባህሪ። ወያዕቡዱነሁ ሁሌም ያመልኩታል። ታዲያ ሁልጊዜም ሳያቋርጡ እንደዚህ የሚያመልኩት ከሆነ እኔ ማነኝ ማለት ይጀምርና የራሱን ዒባዳ ተራ ያደርጋታል። ተራ ያደርጋትና ለአላህ ያለው ዒባዳ ወዲያው እንዲቀየርና አለ ተሸቡህ ቢህም ከመላእክት ለመመሳሰል አምልኮቱ እንዲጨምር ይዳርገዋል ማለት ነው። አራት ቡዕዱል ሙእሚን አማዕሲየቲላሂ ተዓላ ፊ ሲሪ ወልዓለኒ አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው አላህን በሚስጥርም ሆነ በግልጽ ከማመጽ ይርቃል ማለት ነው። ወንጀል የመስራት ሂደቱ ይገታል። ስለ መላኢካ የተረዳና በደንብ ያወቀ ከሆነ ወንጀል በመስራት ረገድ ያለው ድርሻ የተገታ ይሆናል። ለምን? አሁን አውቋላ ከጎኑ መላኢካዎች አሉ። ማንኛውንም ነገር ይዘግቡበታል፣ ይጽፉበታል። ሰው ወንጀል ለመስራት በሚያስብበት ሰዓት ከፊት ለፊቱና ከኋላው ከቀኝና ከግራው ማን ያኛል ብሎ መጀመሪያ በአራቱም ዳይሬክሽን ይመለከትና ማንም አለመኖሩን ካወቀና ከተረዳ በኋላ ነው ወንጀል የሚፈጽመው። ታዲያ አዛት ታይም መላኢካዎች ከቀኝና ከግራው እንዳሉ ከተረዳ የሚሰራውን ስራ የሚጽፉበት መሆኑን ካወቀ ወንጀል የመስራቱ ሂደት እየተገታ ይሆንበታል ነው። ልክ ትራፊክ አጠገብ ሆኖ የመኪና ህግን ስርዓትን የትራፊክ ህግን ሰው ያከብራል። ትራፊክ የሌለ ከሆነና ምሽት ላይ ከሆነ ትራፊክ አያየኝም ብሎ መብራት እየጣሰ ይሄዳል ማለት ነው። ትራፊክ በሚኖርበት የስራ ሰዓት ላይ ግን ስርዓት አክባሪ ጨዋ ነው የሚመስለው። ፊት ለፊት ትራፊኩ አለ፣ ይከሰዋል። ታዲያ ከቀኝና ከግራ ሆኖ የሚጽፉ መላእክቶች መኖራቸውን ከተረዳህስ ምን እያጻፍኳቸው ነው ብለህ ስታስበው እንዴት ነው ሙስሊም የሆነ ሰው ወንጀል የመስራቱ ሂደት የማይገታው? ይሄም ትልቅ ለውጥ ያመጣል ማለት ነው። አምስተኛው አልስትዕዳዱ ለልየውም الاخر ለመጨረሻው ቀን ለአኺራ የተዘጋጀ ይሆናል። ሙስሊሙ ቀን ይዘጋጃል። መላእክቶች ከጀነት በር ላይ ቆመው ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን፣ ጤብቱም እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ፈድኹሉሃ ኻሊዲን በውስጧ ሁሌም ዘውታሪ ስትሆኑ ግቧት የሚሏቸውን ማለት ነው በሚያስታውስበት ሰዓት ከጀነት ባለቤቶች ለመሆን እለት ተእለት ሙስሊም ለአኺራ ዝግጅት ያደርጋል ይጓጓል። እና በተቀሎ ስለ መላእክቶች የተጠቀሰው ይህንን ይመስላል። አላህ በሰማነው ተጠቃሚ ያድርገን፣ ሁላችንም ወደ ስራ የምንቀይር ያድርገን። ጀዛኩሙላሁ ኸይረል ጀዛ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ። ማይክ ፍሪ